الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فحينما نتحدث عن المعاملة الحسنة في المجتمع يجب أن يسود ذلك. حينما تخرج إلى الشارع وإلى أماكن العامة لا تسمع إلا كلاما طيبا. الآن يوقع العكس، لما تخرج للشارع تسمع السب والشتم واللعن. كذلك ما نراه البنت مع الولد، أش كتجيك هذه؟ لا كتقرأ معايا، زميلتي. وحدهما في مكان خال، ما هذا؟ أين الآباء؟ أين مسؤولية الآباء؟ إذا كان الأب ميت الله يرحمه، ولكن إذا كان حي يجب أن يراقب أبناءه. فين الحياة؟ فين الوقار؟ فين التربية؟ صلى الله أن يرد بنا ردا جميلا، اللهم رد بنا ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي كلمة الحق والدين، اللهم فقهنا.